السلام على رسول الله نشكر الشيخ هيثم سرحان وكل من ساهم في دعم وطبع ونشر هذا المد المبارك فمن أهم المعوقات التي واجهتنا في العام الماضي أو في العمل الدعوي شح المناهج والمواد العلمية بين أيدي الطلاب فعلى سبيل المثال كنا في العام الماضي تدريس هذا المتن الأصول الثلاثة ولكن استغرق معنا تدريسه وقتا طويلا بالمقارنة بالوقت الذي نستغرقه الآن بعد توفر المتن مشروحا بين يدي الطلاب مما انعكس إيجابا على سرعة العمل الدعوي الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله الشيخ هيثم سرحان المسائل الأربع المسائل الثلاث أهمية دراسة التوحيد الرسول الثلاثة الخاتمة رحمة علماء أهل السنة والجماعة لطلبتهم لأن دين الإسلام يقول أسمى عبد الرحمن حتى يرد الطالب على الاتباع لا على التقليد حتى تكون للطالب حجة يرد بها على المخالف لكي يتعلم الطالب استنباط الأحكام من أدلتها أسئلة القبر وهي ما ربك ما دينك من نبيك لأن الله خلقنا من أجله لأنه لا يدخل الجنة إلا موحد لأنه سبب الهداية والطمأنينة لأنه سبب الاستقرار والأمان هي الملة المائلة عن الشرك المقبلة للتوحيد قسم يعتقد ويجعل ما جعله الله سببا وهذا صحيح وينقسم إلى قسمين وقسم يعتقد أن ما لم يجعله الله سببا وهذا شرك أصغر وقسم يعتقد أن السبب مؤثر بذاته وهذا شرك أكبر والقسم الأول هو الأسباب تنقسم إلى قسمين أسباب شرعية وأسباب حسية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلاب المستفيدين من هذا المتن في العام الماضي كان عندنا ما يقارب 400 طالب المتمين لهذا المتن حفظا وشرحا ولكن هذا العام إن شاء الله نتوقع أن يتجاوز العدد الأضعاف ما يقارب 4 أو 5 أضعاف إن شاء الله عن السنة الماضية فنسأل الله أن يجزي كل خير الشيخ هيثم وكل من ساهم بشرح هذا المتن وكل من أوصل هذا المتن لهذه البلاد المباركة التي طالما عانى أهلها من محاربة كلمة التوحيد ومنهج السلف رضوان الله عليهم أجمعين لعدة عقود جزاهم الله عنا وعن المسلمين كل خير الحمد لله كان سهل علينا وبسهولة تعلمناه وفهمناه